كل الناس عندها نفس العين، بس مش كل الناس بتشوف زي بعض. الحدوتة اسمها النجع. النجع مكان في الصعيد، حلم أهل النجع يسافروا برا مصر، بقى جوه مصر مش مهم، أهم حاجة يسافروا. اتنين أصحاب، أصحاب أصحاب، على الحلوة وعلى المرة، هبت معاهم يسافروا، طاروا على القاهرة، وفضل أهل النجع كلهم يودعوا. وغابت هبابة وعاود صاحبنا الأول، فالناس سألته قال لها إيه رأيك في القاهرة؟ يا باي مسخة، خمراتها مليانة وأهلها ناس نصابين. طب وصاحبك التاني؟ لد عليه الأمر فعل، وغابت هبابة وعاود صاحبنا التاني، فالناس اتخابست، فسألته قال لها إيه رأيك في القاهرة؟ آه القاهرة دي جميلة، مساجدها عمرانة وأهلها ناس طيبين. الناس شكت في حد من الاتنين كذاب، لقوا للكبير يا كبير الاتنين دول من هبابة سافروا القاهرة، الأول لما رجع قال إن خمراتها مليانة وأهلها ناس نصابين، والتاني قال إنها جميلة ومساجدها عمرانة وأهلها ناس طيبين، أمرهم يغبل يا كبير. الكبير ضحك، الاتنين صادقين. كيف ده يا كبير؟ اسمعوا، الأول أول لما رجله دبت في القاهرة جرع الخمرات قبل واحد نصاب، نصب عليه فيوم هو ينصب على الناس، فيرجع يا مولاي كما خلقتني ويشوفها ماسخة. أما التاني أول لما رجله تدب في القاهرة يسمع أذان ربنا، يجري على المسجد يليه عمران بنوره يشتغل، والمسجد ما يسيبه. كل الناس عندها نفس العين، بس مش كل الناس بتشوف زي بعض.